في موضوع آخر، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية سلمى اللومي أن المقاومة السياحية والرصيد الثقافي الثري لتتميز به ولايات الشمال الغربي يمكن أن يضطلع به قطاع الصناعات التقليدية كمحرك للتنمية الجهوية والتشغيل بالجهات هذه. وأكدت خلال الجلسة العامة المنعقدة البارح بمجلس النواب الشعب والمخصصة للنظر في ملف التنمية بولايات الشمال الغربي عزم وزارتها على استكشاف كل السبل من أجل دعم الاستثمار السياحي في مناطق الشمال الغربي.